اشوف اي زليخه. اني ابديش يعني اشرح لك واقنعك، لانه شغلي واضحه مثل القملي براس الاقرع. الرجال كثير لكن المختار اقدع. يعني اني مثلا اذا باخذك مثلا يعني بسكنك عندي بالبيت، وبيتي واسع 3 غرف، بتاخذي انت وحدي وعايشي مراتي وحدي، وبتبقى اوضه للقعده، وبتصيري انت مرات المختار، والكل منك بغار وبيوقف قدامك محتار. بقى زليخه، شو قولك؟ ها زليخه؟ يعني ما بعرف شو بدي قلك. المساله ما بدهاش قوالي زلوختي، والمنيحة ما بدهاش مشورة. أنا مثلا راح لبسيك وغويكي واشتري لك ذهب وتاكلي على كل ضرس لون، ومرة المختار يا عمال يا غير شكل، جاه سطوي وعز، وراح أخذك معي على العاصمة كمان. أي يعني بليلي ما فيهاش ضوء قمر راح يكفوت عليك الخير، كفت غراض ومصاري والمختار فوقين بجلالة قدره. العمى يعمي عيونك عمى، لو صحت لست ستي ما كانت اتكلت وارتحمت. يخرب بيتك زلوختي. يعني بيني وبينك، هو من زمان انا مقررة اتجوز، بس يعني لحد هلق مش عارفة مين بدي اتجوز. الشغلة واضحة يا زليخة، يعني بتاخذي انت اي حد لما بتاخذي المختار بجلالة قدره. لا، باخذ المختار بجلالة قدره يا مختار. خلاص معناها توكلنا على الله. بس أنا لي شرط. شرط؟ وشو هو يا زليخة؟ ها؟ يعني هو شرط واحد وبس يا مختار. كمان أنت لك شرط يا زليخة؟ شو هو؟ قولي لا تستحيش، قولي لشوف. أنا أبفوتش على ضرة. شو يعني؟ يعني الست مثل الفريكي، أبتحبش الشريكي، بقى إذا بدك إياني بتطلق هديكي. طلقها؟ العمل ليش؟ البيت وسيع وكل وحدة بأوضة، وأنا بعدل بيناتكن، يعني بعرف بعدل. بعدل لا تخافي زلوخة. هذا هو شرطي. طيب بترجاك يا زلوخ غيري، يعني بدلي، شو الحكي هذا؟ يعني عايشي ما رح تضايقك بشي أبدا. أني ما بفوتش على ضرة، الضرة مرة. أنا بدي جوزي يكون إلي وحدي، أخدمه وأبسطه وأعمل كل جهدي. يعني ما فيش نتيجة؟ هذا هو شرطي؟ إيه، شو علاه؟ حقك، ماشي زليخة، ماشي. بسيطة، بكرة منشوف. العمى بعيونك العمى، أنت أكيد صاير لعالك شي، بدك تتجوز علي؟ ولك هي آخر يا أبو عدنان. لك يا عيشي يا عيشي، فهمينا أي فهمينا يملايا. أنا بهالمصاري بفلح وبزرع وبقطع وبزرع وبتصير وبتصور، وبذال ما أكون أبو عدنان واحد بصير أبو عدنانين. بالعكس، شو أبو عدنانين؟ أبو العدنانيين كلين قوي ومقتدر. روح عنا يا، روح من وشي، أنت بدك عصفورية مو جواز. صحيح مثل ما قالوا الرجال عند غرضهم نسوان، يا بالشوم عليك. لا قولي شو ما بدك، لانه مش هذا الحكي ولا هذا هو المهم. ليش لسه في مصايب اكثر من هيك؟ معلوم لسه في. المشكله انه زليخه بترضاش تفوت على ضره كمان. اي طبعا، شو عم نحكي من الصبح يعني؟ الله يرضى عليك يا عايشي، لذلك يعني لازم تلقيك حتى ترضى نتجوز. طلقني إلي؟ شكيتك لواحد أحد فرد صمت. بدك تطلقني لتاخذ لعم شمشان المصاري يا ندر يا دون؟ صحيح راحت رجال العز والهيبة، وإجت رجال ما بتختشي العيبة. يا سبحان الله، يا سبحان الله فيك. يا شو إنك عصبية؟ شو يعني؟ شو يعني كفرنا يعني؟ شو عم أخلك أنا؟ إنه منين جايبي هالعناد كله؟ أبعرفش لك يا عيشي يا حبيبتي، الحياة مصاري مش عواطف. يعني مش أحسن ما حدا غيري يتجوزها وياخد كل شيء؟
بيهون عليك غير يهبش ثروتها يا عيشي. ولك يخرب بيتك شو مفتري، الله ياخذك انت وياها فرد لحظة. ولك اللي بياكل بالخمسة بعدين بيلطم بالعشرة. على كل حال انا ما بهنش علي العشرة والخبز والملح، لذلك بعد ما بتجوزها وبجيبها لهوني هي والاغراض، يعني بشي شهر زمان هيك بدك تقولي راح ارجعك. ايه يا بسع يا بسع. اهلين ابو سطان. لا اهلين ولا سهلين. شوف خيو بالمختصر مفيد ولا منشرح، صوب زليخة ما بتعرف. فهمت شلون يعني؟ يلي فهمته زليخة قرايبتي، مو نحن نسمح للعالم يعلموا علينا. هلا صارت قرايبتها، بس اللي بيخاف على عرضه ما بيخليه جوعان. المهم انا خطبت رسمي وصارت العروسة للعريس والركض للمتعيس. لا سيدي ما حزرت، زليخة قرايبتي وانا حافية. احط بالخرج ركب الخليفة وانفض المولد، واللي سبق عاد على الطبق. يعني ما لعك فضة بالهداوة، بدي العن ابو افطاسك على افطاس اللي خلفوه. لك شو عم تحكي؟ لك 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 وكيل عروس مين؟ ابو فارس. انت وكيل العروس؟ انا؟ انت؟ تفضل وقع. ايه وقع. العريس اني على بركة الله. الشهود ابو مرهش انشاهد على راسي. ها تعالوا سعيد شاهد فينا. عطوا لك خذ من رفاه والبنين ان شاء الله يا مختار. الله يسلمك الله يسلمك يا شيخ. مبروك ان شاء الله يا مختار. الظاهر العروس فرحانه بزفافها الميمون. ايه طبعا طبعا بدها تفرح، اخذ المختار بذات نفسه. تأمرنا شي يا مختار؟ يلا يلا. لا يعطيكن العافيه يعطيكن العافيه. يلا يلا الله معكن. يعني النوم بكير بيخلي الصحة كيف بتصير. يلا الله معكين. مع السلامة مع السلامة. يلا يلا من هم. زليخة زليخة مبروك ابن عمي. يا ست هاي الله يبارك فيك هاي، ومبروك عليك انت كمان لانك اخذت المختار يا عمي. بقى شو بدك احسن من هيك يا زلوختي؟ وكتبت لك مثل ما بدك. اه مثل ما بدك. 300,000 مقدم و 300,000 مؤخر. بقى جخ هاي وتبهوري قد ما فيك يا زلوخة. مش من حقي يعني؟ مش من حقي اضمن مستقبلي يا مختار، بركة انطلقتني بعدين. حق حق ما فيهاش كلام الا حق. بدك الصراحة؟ اني من زمان مفكرة اخدك، بس ما بعرف ليش انت ما كنت تسيرني. بتحبيني يا زليخة؟ لعمة. شو السؤال هذا؟ طبعا لازم تحبيني، اني رجال ابن اصل ومعروف بي وعمامي وفشروا الشباب والرجال قدامي. فيك البركة. ولا تنسي اني مختار الضيعة مش اي رجال هيكي على البيعة. وكل يلي بدي اياه منك لا تنسي قديش ضحيت من شانك. طلقت مرتي ام ولادي لا تهريني بسنانك. بعرف بعرف، بس اني كمان ضحيت يا ابن عمي. انتي ضحيتي بشو؟ شلون بشو؟ ضحيت بالمصاري وهالغريض من شانك.
ليش أني يعني شو بدي أعمل فيهن؟ يعني بدي أخذ لك إياهن لا سمح الله؟ أنا وإنت بدنا نستعملهن ونتهنى فيهن سوا، يعني مرة وجوزها صرنا شبنا زلوخ. شلون بدنا نتهنى فيهن إذا هن رايحين؟ رايحين؟ رايحين فين؟ شلون فين؟ ليش ما بتعرف؟ شو بدي أعرف؟ ليش ما قريت الشرط بالوراق؟ وكأن الشرط هذا؟ بقي هالبحصة خلصين عين شفتي دمي ولك. الشرط اللي بصموني علي هيك فهموني، قال الغريض بيظلوا إلي طول ماني أرملي، بس اتجوز بياخدوهن بيسترجعوهن يعني. هيك الشرط؟ المهم هلق أنا وإنت نحنا أخذنا بعضنا بعد كل هالحب، بقى شو بدنا بهالمصاري وهالغريض؟ انت معك مصاري والمفروض انك تصرف علي من جيبتك. وك شو عم تحكي انت؟ يعني الغراض راحوا؟ ايوه يروحوا لجهنم. انت ليش زعلان؟ انت عندي بالدنيا كلها. يخرب بيتي، يخرب بيتك. ولاي يا 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 ولاي يا راسي يا راسي، راح ينفجر. راحوا الاغراض. يخرب بيتك يا بومي، يخرب بيتك يا شوحة. النقطة ترشك يا مختار رش. مصيبي مصيبي، حشت وسطك حش. يا ويلاي يا ويلاي، قل اعوذ برب الناس ملك الناس. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. مختار يا مختار، ولك وقف تقلع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يا رب الناس ملك الناس من شر الوسواس.